ينقل لي عن السيد الخوئي رحمة الله عليه، يقول سنة من السنين تمرض عندنا رادود في النجف معروف، عميد رواديد النجف اسمه عبد الرضا، إذا الإخوة سامعين دي رحمة الله عليه. زينب يا غريبة، الله إيش مصيبة، رادود كبير في النجف، هذا مرض ويظهر مرض طول. يقول فأراد أن يذهب إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه حتى السيد الخوئي يدعو له، لأن يعني الأطباء عجزوا عن شفائه. فقال أروح للسيد الخوئي، السيد الخوئي يدعو لي، هذا مرجع الله يستجيب دعائي إن شاء الله. فيقول ذهبت أنا وعبد الرضا الرادود إلى السيد الخوئي رحمة الله عليه. يقول فلقينا السيد الخوئي مريض نايم بالفراش. يقول فعبد الرضا الرادود استحي يقول للسيد الخوئي ادعوا لي باعتبار هو السيد هم مريض، فيقول سكت. فالسيد الخوئي صور أن عبد الرضا جاي يزوره باعتباره مريض، فيقول عبد الرضا قعدنا خمس دقائق، قال للسيد سيدنا أنا من رخصتكم المريض تكون ما نثقل عليه، الزيارة تكون مختصرة، أنا من رخصتكم. يقول أمامي السيد الخوئي لزم دشداشة عبد الرضا الرادود، قال له أنت خادم الحسين، إذا تدعو لي الله يستجيب دعائك. والله أنا السيد الخوئي مريض، وأنت ما دام إجيتني خادم الحسين معناه أنا شفيت من مرضي، أنت تلطم الناس على سيد الشهداء سلام، هذا مرجع زعيم الطائفة، هذا زعيم الطائفة. يقول لازم دشداشة عبد الرضا الرادود، يقول ادعوا لي عبد الرضا أنت خادم الحسين دعائك يستجاب. أنت يقول تعجبت، قد زعيم الحوزة، شوف شرف الخدمة الحسينية، شوف شرف الحسين، اللهم اجعلني عندك شنو وجيها بمن بالحسين صلوات الله.